إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان. صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تي في. أجواء جد جميلة مباشرة من شوارع المدينة الخضراء، فكنرحب بكم معنا في الجولة الصباحية في أول يوم في الويكند متابعينا الكرام. فأجواء جميلة جدا، فصباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين. بقطب ربيع خويا، صباح النور، صباح الخير خويا ربيع، كيتامي صباح الخير، تحية ليك وتحية لكل متابعينا الكرام، تحية لكل متابعي قناة شوف تيفي. إذا متابعينا الكرام، فكنرحب بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي مباشرة من مدينة بن سليمان، وكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. إذا صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تي في. فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. رحيم خويا، صباح النور خويا رحيم. إذا متابعينا الكرام، كنجدو بكم الترحاب معنا في هذا البث المباشر الصباحي كما كتشاهدوا معنا في شوارع المدينة، فشبه مهجورة هذا الصباح متابعينا الكرام. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، توريا صباح الأريج والعنبر، شكرا لك اختي توريا، تحية ليك وتحية لكل متابعينا الكرام، تحية لكل متابعي قناة شوف تي في. فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فصباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تي في. عبد الرحيم صباح النور خويا، أحسن مدينة. نعم، مدينة بن سليمان هي مدينة صغيرة تقع بين مدينة الدار البيضاء والرباط، بين العاصمة الاقتصادية والإدارية متابعينا الكرام. مدينة صغيرة ملقبة بالمدينة الخضراء، كل الناس اللي عندهم مشاكل في الربو، كل الناس اللي عندهم أزماتيك كيختاروا مدينة بن سليمان نظرا للجو ديالها اللي هو جد 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 مناسب. الناس اللي عندهم ضيقة أو أزماتيك بصفة عامة كيتخلقوا فمدينة بن سليمان هي مدينة ما فيهاش مصانع، ما فيهاش شركات اللي كيلوثوا الهواء متابعينا الكرام. حسين خويا تحية ليك وتحية لكل الجالية المغربية داخل وخارج أرض الوطن، فكنقول لكم صباح الخير عليكم كاملين. محمد تاج صباح النور، سرور أخي شوف تيفي، تحية ليك خويا محمد تاج وتحية لكل متابعينا الكرام، تحية لكل متابعي قناة شوف تيفي. كنتمنى أنكم تكونوا كاملين
بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين. إذا متابعينا الكرام، أجواء مدينة بن سليمان صباحا متابعينا الكرام، فأجواء جد جميلة كيفما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر في هذه الجولة الصباحية متابعينا الكرام. صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تيفي. إذا فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. إذا متابعينا الكرام، شوفوا أول يوم في الويكند مباشرة من مدينة بن سليمان. أجواء الصباحية مباشرة من شوارع المدينة الخضراء، فمرحبا بكل متابعينا الكرام، مرحبا بكل متابعي قناة شوف تيفي. الأجواء الصباحية مباشرة من مدينة بن سليمان، فكنقول لكم صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تيفي. أجواء جميلة جدا مباشرة من مدينة بن سليمان، فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. إذا صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تيفي. فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. إذا تحية طيبة عطرة لكل متابعينا الكرام. أجواء الصباحية مباشرة من شوارع المدينة الخضراء مدينة بن سليمان. Thank you.
إذا متابعينا الكرام، كنتم معنا في بث مباشر مباشرة من مدينة بن سليمان.